مرحبا بكم أبنائي وبناتي في الحصة الثالثة من مكون القراءة، جولة في البادية، والتي سنهدف من خلالها إلى قراءة النص بطلاقة واستخراج أفكاره الأساسية. أيضا سنعمل على فهم واستخراج معاني النص الصريحة والضمنية. فهل أنتم مستعدون؟ لا أسمعكم. مستعدون؟ فلنبدأ على بركة الله. سنقرأ لوحة الكلمات البصرية التي تعرفنا عليها سابقا. الحيوانات، النباتات، الجبال، الحديقة. والآن دورك لتقرأها بمفردك. سأسأل بعض الأسئلة البسيطة، وقبل أن تجيب فكر جيداً وصغ جوابك في جملة مفيدة. كيف هي مناظر القرية؟ مناظر القرية جميلة، أحسنت. وأين كانت الفراشات تتراقص؟ كانت الفراشات تتراقص فوق الأزهار، أحسنت. والآن خذ كتاب القراءة الصفحة 118 وحاول تتبع ومحاكاة قراءتي. اتفقنا؟ جولة في البادية. في المساء عاد حسام من جولته في البادية وجلس يحكي لجدته. أشعة الشمس دافئة ومياه الشلال نقية. أعجبتني مناظر القرية يا جدتي. الخراف تمرح في المروج الخضراء. أعجبتني مناظر القرية يا جدتي. الفراشات الملونة تتراقص فوق الأزهار. ما أجمل مناظر القرية يا جدتي. دورك لتقرأ بمفردك. سمعتك تقول تتراقص، فماذا نقصد بهذه الكلمة؟ فكر وفكري. نعم، تهتز وتتحرك، أحسنتما. سأطرح بعض الأسئلة لأختبر مدى فهمك للنص. اتفقنا؟ ماذا تفعل الخراف الصغيرة؟ صحيح، الخراف تمرح في المروج الخضراء. وماذا تفعل الفراشات؟ جواب صحيح، الفراشات تتراقص
فوق الأزهار. في أي فصل قام حسام بجولته؟ فكروا. قام حسام بجولته في فصل الربيع. أحسنتم. سنستخرج الآن أفكار النص الأساسية. كيف ذلك؟ سأقرأ فقرات النص فقرة فقرة، وستذكرون معنى كل فقرة في جملة. اتفقنا؟ الفقرة الأولى: في المساء عاد حسام من جولته في البادية وجلس يحكي لجدته. إذن ماذا فعل حسام؟ أو ماذا يفعل حسام؟ حسام يحكي لجدته. أحسنت. الفقرة الثانية: أشعة الشمس دافئة ومياه الشلال نقية. أعجبتني مناظر القرية يا جدتي. ماذا يصف حسام لجدته؟ ماذا يصف حسام؟ يصف طبيعة في البادية. أحسنت. الفقرة الثالثة: الخراف تمرح في المروج الخضراء. أعجبتني مناظر القرية يا جدتي. الفراشات الملونة تتراقص فوق الأزهار. ما أجمل مناظر القرية يا جدتي. ماذا يصف حسام؟ يصف حيوانات البادية. أحسنتم. إذن أفكار النص الأساسية هي: حسام يحكي لجدته، يصف طبيعة في البادية، يصف حيوانات البادية. وإذا ربطنا بين هذه الأفكار سنحصل على ملخص للنص، وهذا ما سأكلفكم به. تكتبون ملخصا للنص اعتمادا على هذه الأفكار. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى.